في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. بيقوم عالم حفريات اسمه ماكس برحلة لاستكشاف مركز الأرض، وأثناء مخاطر الرحلة الشديدة بيموت ماكس. ماكس له أخ تاني اسمه تريفر، بيعمل مدرس بالجامعة وأيضا في مجال الحفريات زي أخوه ماكس. بتوصل زوجة ماكس أخو تريفر ومعاها شون ابنها عشان يقيم مع عمه تريفر لمدة 10 أيام، وبتديله صندوق خاص بماكس، وبيفتحه بيلاقي كتاب رحلة إلى مركز الأرض، والكتاب مدون فيه ملاحظات كتبها ماكس بخط إيده. بيقدر يتوصل تريفر للمكان اللي أخوه ماكس رحل إليه، وبيصر شون إنه يروح مع عمه تريفر على أمل إنهم يلاقوا ماكس. بيلاقي تريفر حروف واختصارات في كتاب أخوه ماكس، وبيقول له شون إن ده اسم شخص، وبيكتشفوا إنه عالم في البراكين، وبيخمنوا إنه زميل ماكس. بيوصلوا لأيسلندا، المكان اللي تأكدوا إن ماكس كان فيه، وبيسألوا عن الشخص زميل ماكس. بيوصلوا لمنزل بنت بيقابلوها وبتخبرهم إنه أبوها، وبتقول لهم إن ماكس كان مقتنع تماما بإن اللي في كتاب رحلة لمركز الأرض كله حقيقي ومش مجرد خيال. بيبدأوا يقارنوا كتاب ماكس وكتاب أبوها، بيلاقوا نفس العلامات والرموز في الكتابين. بيوصلوا تاني يوم للمكان اللي توفى فيه ماكس أثناء رحلته، وبيلاقوا جهاز استشعار خاص بماكس. بيبدأ الرعد والبرق وبيحتموا في كهف، لكن الكهف مدخله بينهار بسبب البرق الشديد، وبيتحبسوا داخل الكهف، وبيفكروا يوصلوا لمخرج يخرجوا منه. وأثناء سيرهم داخل الكهف بتنقذ هانا تريفر من السقوط في هاوية عميقة في الكهف. بيشعل تريفر شعلة عشان تساعدهم في إضاءة المكان، لكن بيحصل انفجار، وبيكتشف إن في مغنيسيوم في جدران الكهف والشعلة اتسببت في إشعاله. بيقرروا ينزلوا في حفرة عميقة عشان يخرجوا، وبتديله هانا شعلة أخرى أكتر أمان، وبيرميها تريفر عشان تنور ويحسب المسافة. بيلاقيها بارتفاع 200 قدم، حوالي ارتفاع 20 طابق. بيبدأوا يربطوا بعض بالحبال عشان الأمان، وبينزلوا، وأثناء نزولهم بتفلت رجل تريفر، وبيقع تريفر وبيختل توازنهم كلهم، وبتقول له هانا مضطرين نقطع الحبل بتاعك عشان هتوقعنا كلنا. وبيرتاب تريفر، لكن بيكتشف انه كان على بعد متر واحد فقط من الارض. وبيسألها تريفر انت كنت عارفة اني قريب من الارض مش كده؟ بيكتشف وجود منجم مهجور ومولد كهرباء قديم، بتشغله هانا وبينور المنجم بالكامل. بيلاقوا عربات داخل المنجم، وبيفكروا يخرجوا عن طريقها. بيركبوا وبتقودهم هانا، وبتنحدر بيهم العربات للأسفل، وبتبدأ تلف بيهم وهم خايفين، ورأس تريفر كانت هتنصدم أثناء سيرهم. بيشوف شون الطريق مقطوع، وبيقول لهانا تتوقف، وبتقول لهم مش هينفع، وبتزود السرعة وبتقفز العربات. بيشوف تريفر طريق سكة هانا بينتهي، وبيقول لها تقفز في عربيته، وبتقفز هانا وبتسقط عربيتها في القاع. وبعد ما بتركب هانا مع تريفر، بتشوف طريق سكته بينتهي، وبترمي خطاف وبينجحوا في النجاة، وبتتدمر العربة. بيكتشفوا وجود أحجار كريمة في جدران المنجم، ياقوت وزمرد وألماس، وإن الجدران مليئة بيهم. وبيسمعوا صوت أسفل أقدامهم، وبيكتشفوا أنهم واقفين على قشرة من مادة رقيقة، وبيبدأوا يتحركوا ببطء شديد، ولكن بتسقط من شون ماسة كبيرة، وبعد ثواني بيبدأوا يسقطوا كلهم جميعا بشدة في هوة سحيقة. وأثناء سقوطهم بيقول تريفر إن الهوة ممكن تمتد لآلاف الأميال، وبيسأل شون إنهم ممكن يموتوا. بيقول له تريفر بالطبع، وبيصرخوا خايفين من النهاية المأساوية دي، والحسن حظهم بيقعوا في مية، وبيشوفوا زي النجوم في سقف الكهف. وبتسأل هانا هي دي نجوم؟ بيقول لهم تريفر دي طيور مضيئة منقرضة من ملايين السنين. بيمشوا ورا الطيور اللي بتدخل في نفق، وبيخرجوا بيلاقوا منظر بديع جدا وخلاب. وبيأكد تريفر ان ماكس كان على حق في وجود عالم وحياة في مركز الأرض. بيشوفوا فطريات عملاقة من عيش الغراب،
وبيشوفوا حبل عند شجرة عملاقة وبيدخلوا في فجوة منها، بيلاقوا أدوات لشخص كان داخل المكان اللي مرجح يكون ماكس أو زميله. وبتشوف هانا زجاجة مكتوب عليها اسم ماكس، وبيتأكد تريفر ان الخط هو نفسه خط ماكس اخوه. بيشوفوا درجة الحرارة بيلاقوها وصلت 100 درجة مئوية، وبيبدأوا ياكلوا مأكولات بحرية من النهر اللي في القاع. بيبدأوا يصنعوا قارب بيساعدهم في الخروج من المكان، وبينجحوا في صنعه مصنع شراع كبير. بتبدأ عواصف وامطار شديدة، وبتظهر اسماك عملاقة بتبدأ تهاجمهم بشراسة، وبتهجم على تريفر سمكة منهم، لكن بينجح في مسكها ورميها بعيد. بيبدأوا يدفعوا نفسهم من هجوم الأسماك المتوحشة، وفجأة بيبدأ يرن هاتف شون، وبيلاقي أمه بتكلمه وبتقول له انت فين، بيقول انه في رحلة صيد. وبتحاول سمكة تعض هانا، لكن تريفر بيبعدها وبتخطف سمكة الموبايل من شون. وفجأة بيظهر تعبان بحري ضخم بيخافوا منه، لكنهم بيكتشفوا انه بيهاجم الأسماك ويأكلها، وبيلاقوا بعد كده تعابين كتيرة عملاقة حولهم. بينكسر الشراع وبيحاول شون يمسكه، وبينصحه تريفر يسيبه، لكن بيسحبوا الشراع معاه وبيطير. بينزل شون على البر وبيساعده طائر من الطيور المضيئة في التعرف على الطريق، وبتطمن هانا تريفر ان شون هينتظرهم عند النهر حسب مخططه للطريق. بيكتشف شون وجود مية، وبيتوصل شون لطريق النهر من خلال البوصلة اللي معاه. بيلاحظ تريفر ان الحرارة بتزيد وبتوصل ل 115 درجة، واثناء شرب هانا بيهاجمهم نوع معين من نبات متوحش وبيأدي تريفر عليه، ولكن بيلاقي نوع اخر بيهاجم هانا وبيخنقها وبيأدي عليه تريفر. بيوصل شون لمكان مفهوش جاذبية، وبيلاحظ انه بيمشي على صخور معلقة في الهواء، وان الطريق امامه كله كده. بيقفز عليهم شون بحذر وبينتقلوا بيه في الهواء، ولكنه بيكتشف انه اصبح معلق في الطريق. بتنقلب بيه الصخرة، لكن بترجع تاني لوضعها، وبيخرج شون منها للناحية التانية. بينادي تريفر على شون، لكن ما بيلاقيش اي اجابة. بيكتشف شون اثار وعظام لكائنات عملاقة، وبيسمع صوت وبيستخبى بين الصخور. بيفترق تريفر عن هانا وبيقول لها هبحث عن شون وهنتقابل عند النهر. بيلاقي شون اشياء بتتساقط عليه من الاعلى، وبيكتشف وجود نوع من الديناصورات فوقه مباشرة، وبيهجم عليه وبيجري شون، وبيجري الديناصور وراه، وبيدخل شون كهف. بيسمعه تريفر من الناحية التانية وبينجح في اخراجه. بيكسر الديناصور جدران الكهف وبيجري وراهم، وبيلاحظوا انهم فوق قشرة هشة وبتبدأ تتشقق تحت اقدام الديناصور، وبينهار ويقع فيها. بيوصل تريفر وشون عند النهر، وبيقابلوا هانا وبيلاقوها عملت مركب من فك ديناصور وبيركبوا معاها. بينحدر بيهم النهر لحفرة وبيتعلقوا فيها، وبيلاحظوا ان تحتهم بركان نشط. بيلاحظ تريفر وجود مغنيسيوم في الجدران، وبيطلب شعلة من هانا عشان يشعله ويسقطه في البركان ويفور البركان ويدفع المركب للأعلى. مش بيقدر تريفر يوصل لها، وبيطلب حبل وينزل يشعلها، ولكنه بيلاقيها مبتلة، وبيرمي الشعلة على الناحية التانية عشان جافة، وبينجح في إشعال المغنيسيوم، وبيطلب منهم يجذبوه بسرعة، وبيبدأ المغنيسيوم يسقط في البركان اللي بيفور ويدفعهم للأعلى بشدة. بيشوفوا السماء فوق وبيفرحوا للنجاة، ولكن بيلاقوا القارب بيبدأ يهبط بيهم بشدة، وبيهبطوا فوق حقل منحدر. بيكتشف تريفر انهم في إيطاليا، وبيقول لهم المزارع الإيطالي أفسدتم الحقل بتاعي، وبيديله شون ماسة كتعويض، وبيقول لهم لو عايزين تزحلقوا تاني مفيش أي مانع. وبعد وصلهم بيلاحظوا ان شون محتفظ بطائر مضيء من الطيور، وبيقول انه بيطعمه، وبيبدأ الطائر يطير ويخرج من الحبس هو كمان. اذا عجبك الفيديو فلا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.